ادي تمن هيقدمولنا الخلفية العلمية اللي احنا بصينا عليها في الأول. الدكتور محمد هيقدم لنا التكنولوجيات، والدكتورة انجي هتوضح لنا اتجاهات البحث الحديثة دلوقتي فين، علشان كل واحد في المجال بتاعه يبقى متصور هو ممكن يساعد فين. هنبدأ بالجزء ده من الأجندة وبعدين ننتقل للمناقشة. السلام عليكم. أنا اسمي محمد أطفال، مدرس في هيئة المواد النووية. هبتدي أكلم حضراتكم على طبيعة عمل المجموعة. الأول هنناقش أوفر فيو كده عن زي ما اسم المجموعة ما هو موجود فيه، هنتكلم على الديتكشن بتاع اللاند ماينز والإكسبلوزيفز. الأول هنبتدي باللاند ماينز ونشوف أماكنها موجودة فين والريسيرش تشالنجز بتاعتها شكلها عامل إزاي، وبعد كده هندخل في الإكسبلوزيفز وهنبين الديفرنسز فروم أور بوينت أوف فيو ما بين معنى كلمة explosives بالنسبة لنا والفرق ما بينها وما بين land mines. أول حاجة land mines زي ما حضراتكم شايفين ممكن يبقى categorized according to many categorization. أول واحد فيهم ممكن categorize land mine على أساس إنه anti-personnel أو anti-tank mine، مضاد للأفراد أو للمدرعات أو الدبابات. وممكن برضو تعمل له configuration على أساس هل هو blast ولا fragmentation، هل هو لما بينفجر بيحصل قوة تدميرية بس ولا كمان بيطلع fragments تأذي البشر اللي حواليه. cleaning بتاع land mine is time consuming و costly كمان. يعني لو تخيلتوا ان الكوست بتاع anti-personnel land mine ما يتجاوزش $5، الكوست بتاع removing بتاعته بتتجاوز $1,000 في بعض الأحيان. والtime consuming لأن الـ UN standard عاملة الـ deminer وقت معين او 20 meters per day هو ده اللي يقدر يعمل فيهم ديمايننج، لان الموضوع محتاج تركيز جدا زي ما الدكتور سعيد قال وبالغ الصعوبه. انت بتتعامل مع هدف ممكن ينفجر فيك ويفقدك حياتك وحياه اللي حواليك كمان. دي خريطه توزيع الالغام في العالم. دي طبعا من 2010، دلوقتي الموضوع بقى اخطر كتير خاصه مع الكونفليكتس كتيره اللي بتحصل في الشرق الاوسط دلوقتي. في حوالي من 45 ل 50 مليون لغم موجودين في 80 دوله. المناطق الحمراء ديت هي الاكثر تضررا ومصر في القلب منها. وفي بالاضافه لكده 1.9 مليون لاند ماينز بيتحطوا انولي نتيجه الحروب والنزاعات وحتى كمان لحمايه الحدود بتاعه الدول. في ديفرنس كبير جدا في المفهوم، حتى المفهوم الساينتفك ما بين الميليتري والهيومانيتيريان لاند ماينز او الدي مايننج بمعنى اصح. الميليتري دي مايننج بيبقى دايما في منطقه في الباتل فيلد، منطقه معارك ما فيهاش بشر غير اللي بيحاربوا طبعا، وانت عاوز تفتح ممر بس باسج للتروبس بتاعتك علشان تتحرك بيها، وبالتالي هنا انت عايز تعمل ديتكشن في سيرتن اريا. لكن في الهيومانيتيريان زي ما الدكتور سعيد قال منطقه عندنا كبيره خلصت الحرب خلاص وعايزين نشيل كل الالغام بنسبه 100% لان في مدنيين هيجوا فيها وعمروها ويعملوا فيها تنميه. الموضوع هنا مختلف. الاختلاف كمان ان في الميليتري دي مايننج بيبقى الالغام لسه مزروعه حديثا، اماكنها بتبقى الى حد ما معروفه حتى للطرف الاخر قريبه من السطح. اما في الهيومانيتيريان دي مايننج بعد الحرب ما خلصت وكده الاماكن نفسها بتتغير، وخاصه لما الزمن بيعدي عليها والاعماق كمان. دي الخريطه لمصر واهم الاماكن اللي فيها الالغام عندنا. احنا هنا في مصر احنا عندنا حوالي 20 مليون لغم في المنطقه بتاعه ويسترن ديزرت من الصحراء الغربيه ابتداء من العالمين من ايام الحرب العالميه الثانيه. معظم الالغام اللي فيها الكيسنج بتاعها ميتال كيسنج، الغام قديمه بريطانيه والمانيه وايطاليه. عندنا برضو الغام ثانيه في سيناء نتيجه الحروب الكونفليكس اللي حصلت ما بيننا وما بين اسرائيل، ثلاث حروب الموجوده. ودي البلاستيك الكيسنج بتاعها مور ريسنت شويه، يبقى في بلاستيك كيسنج. نيجي بقى لللاند ماين ديتكشن. في اربع عوامل بتحكم اللاند ماين ديتكشن بشكل او باخر. اول حاجه جسم اللغم نفسه.
الجسم الكونتينر، اللغم عباره عن كونتينر فيه اكسبلوزيفز. الجسم نفسه ثاني حاجه الاكسبلوزيف كونتينت اللي هو اللغم نفسها، ثالث حاجه الباك جراوند هو مدفون في ايه. السويل نفسها بتفرق كتير جدا في اختيار الديتكشن تكنيك، هل هو مدفون في رمل او تربه طينيه او ثلج. تالت حاجه الشاتر، الشاتر هنا المقصود بيها اي اوبجكت تاني موجود في محيط المنطقه اللي فيها الغام ومش لغم. حتى هنا في حضراتكم لاحظتوا في الصوره في لغمين، في واحد كبير في اللي هو ده الانتي تانك، وفي واحد صغنن ده الانتي انتي بيرسونال. القذائف الموجوده دي تعتبر تسمى ان اكسبلودد اورجانز، الديتكشن بتاعها بيبقى اقل خطوره ان هي ما بتنفجرش. اللغم بينفجر يا اما بالضغط عليه يعني الحمل لو بيبقى فيه بريشر، يا اما عن بعد، وده اللي هو ده يعني مش مستخدم كتير في المعارك الحربيه. وبالتالي الديتكشن ميثودولوجي ممكن تنقسم لحاجتين، يا اما احنا بندور على الكيسنج ماتيريال بتاعت اللغم نفسها او شيب فيتشر، لان معظم الالغام بيبقى نتيجه ان المصانع اللي بتعملها محدوده في العالم بيبقى ليها شيب معين، يا اما الشيب الدائري او المربع او المستطيل. والميثودولوجي الثانيه انت بتدور على الاكسبلوسيف كونتنت نفسه هو اللاند مايند. لا ما ده في الجزء بتاع يعني ده الفرق ما بين اللاند مايند، احنا بنتكلم على اللاند مايند بس. من هنا بقى تعددت الوسائل، انا هذكر هنا اشهر الوسائل الموجوده في موضوع اللاند مايند ديتكشن. اول حاجه طبعا واقدم حاجه الميتال ديتكتور، ده بيديتكت اي ميتال موجود في المكان وبيتراوح الريسبونس بتاعه ما بين بيبنج كده صفاره اوديو سيجنال يعني، لحد دلوقتي بقى فيه ايمجنج. بس مشكلته دوت ومشكله موضوع الديتكشن نفسه قصه السنسيتيفيتي، انت بتعمل كومبرومايز، كل ما الموضوع بقى سنسيف اكتر كل ما هتلاقي فلاتر اكتر في مكان المعارض. بعد كده دوروا برضه في الاكوستيك سايزميك سيستمز، بدات يبقى فيه فريكونسي لو فريكونسيز، وبعد كده بيدوروا على الفايبريشن سيجنتشر للاند ماين على اساس ان هو جسم غريب مدفون في تربه كلها هوموجينس. برضه الانفراريد سيستمز بتستخدم في الموضوع دوت بشكل او باخر، وخصوصا استخدام البولاريزيشن تكنيكس في الانفراريد، وده بيتاثر اكتر بالعوامل الجويه بدرجه الحراره والتمبريتشر، وعايز دايلي بيزس ريكوردنج، يعني عايز تراقب المنطقه اللي انت هتشوف فيها اللغم لمده يوم او يومين او وات ايفر علشان تشوف التغير في درجات الحراره. الجراوند نيتريتنج رادار هو رادار الكترومغنتيك ويفز بيطلع ايميتنج وبتصطدم بالارض وبتعمل انتر اكشنز مع الحاجات الموجوده في السب سيرفيس تحت الارض وبتطلع لنا ريفليكشن نقدر نحلله. مشكله الجراوند نيتريتنج رادار ان برضه في كومبرومايز ما بين لو الفريكونسي عالي هينزل مسافات اعمق، بس المشكله ان هيبقى ريزوليوشن قليل. لو الفريكونسي عالي هينزل مسافات قليله وريزوليوشن هيبقى احسن، بس دايما الداتا بتاعت الجراوند نيتريتنج رادار بيقولوا عليها اوفر سفيشنت داتا، بتجيب لنا تفاصيل اكتر مما ينبغي، خصوصا ان احنا بندور لو احنا برضو في زي ما فرقنا قبل كده، لو احنا في دي مايننج في الميليتري هتبقى اراوند 50 سنتي او اقل من كده كمان، لكن لو احنا في الهيومانيتيريان نتيجه زي مثلا عندنا في كثبان رمليه او حاجات زي كده، الالغام نزلت لدبسس اعمق من 50 بقت متر واكتر تحت. وبالتالي دي صعب جدا لو احنا استخدمنا ريزوليوشن اقل صعب جدا نكتشفها. في برضه الجيوفيزيكال سيستمز زي الماجنتيك تكنيكس والمايكرو جرافيتي، دي بتعمل سام سورت اوف انومالي، انومالي انا بمعنى بيك او فالي او اي ديفرنسز بتفرقها عن الباك جراوند الموجوده اللي حواليها علشان تديتكت اللاند ماينز. طيب ده اللي احنا اتكلمنا عليه، احنا بنديتكت الشيب او الميتا او الكونتنت او الكونتينر بتاع اللاند ماينز. لو انا عايز ادور على الاكسبلوسيف سيرفز، في تو ميثودولوجيز في الموضوع دوت. اول حاجه البيولوجيكال والكيميكال سنسورز. بيولوجيكال سنسورز في انواع من انواع البكتيريا بيحصل لها فلوريسنس لما بيحصل لها انتر اكشن مع الاكسبلوسيف ماتيريال في الكيمستري نفسها، وفي كيميكال سنسورز بيحصل لها انتر اكشن برضه بتعمل سام سورت اوف انوميلي. الانوميلي ديت بتقدر تحللها وتعرف منها اذا كان المنطقه دي فيها تريسز لالغام ولا لا. وهم هنا بيقولوا ان الالغام لما بتقدم شويه السطح بيتاكل وبيفضل تريسز من الالغام ديت على السطح التربه نفسها. التكنيكس الثانيه الاشهر اللي هي النيوكلير تكنيكس. النيوكلير تكنيكس بتعمل يا اما بتدور معظم الاكسبلوسيفز وخصوصا اللي في الميليتري بيزس الموجوده في اللاند مايز بيبقى فيها كربون وهيدروجين ونيتروجين واكسجين.
النيوكلير تكنيكس بتدور حايزر، يا اما تعمل اليمنتال اناليسيس للعناصر الموجوده في التربه وبالتالي تدور على سيرتن كومبوزيت من الكيميكالز ديت، لا اما بتدور على كونسنتريشن معين من الهيدروجين او النيتروجين موجود في وسط مكان ما فيهوش الهيدروجين والنيتروجين. ستيل الطرق ديت، كل الطرق ديت ما ينفعش يعتمد عليها لوحدها، يعني انه زي ما الدكتور سعيد قال نو سينجل سنسور كان ديتكت all the landmines in all different soils and backgrounds. وعشان كده ده اللي حضراتكم شايفينه دوت في الوسط دوت، ده انتي بيرسونال لاند ماين، الدايمتر بتاعه 9 سم صغير جدا، واللي حواليه دي كلها صور من المتحف بتاع العالمين لكلاتر، او يعني اللي احنا بنسميها كلاتر او انذر اوبجيكتس موجوده فعلا في ارض المعركه، كانت موجوده وطلعوها. من هنا ممكن نقول بقى ان الليتست دايركشنز في الموضوع اللاند ماينز ديتكشن، ازاي نفرق اللغم الصغير دوت من كل الكلاترز اللي حواليه دي، خصوصا لو حضراتكم شفتوا على الشمال تحت كده، دي خوذة، شكل خوذة مور اور ليس شبه الشكل السيركولر بتاع اللاند ماينز، اللي فوقيها دي ان اكسبلودد اوردنانس، صحيح فيها متفجرات بس ان هارمد، تكلفة ان انت تتخيل ان ده لغم وتعمل بقى كل البريكوشنز بتاعتك ان انت هتطلعه بحذر في الاخر يطلع حاجه زي كده. ثانيا بالاضافه للحاجات اللي على الجنب ديت، كل دي مس ليدنج للسنسورز. فالليتست ريسيرش دايركشنز في الموضوع دوت، اول حاجه المالتي سنسور فيوجن، استخدم اكتر من سنسور، هتاخد الداتا بتاعته. التشالنجز دلوقتي هتاخد الداتا من السنسورز ديت وهتعمل لها فيوجن باي شكل بحيث تقدر تزود البروبابيلتي اوف ديتكشن بشكل او باخر، او تخلي الصوره اوضح. الصوره ديت سواء كانت ايمج او انوميلي او سبيكترم. تاني تحدي موضوع البلاستيك لاند ماينز اللي احنا كنا بندور عليه في الصحراء الغربيه، معظمه ميتال كيز، فكل التكنيكس او ديتكشن تكنيكس اللي بتعتمد على الشيب ديتكشن او الميتال او الكونتينر نفسه بتدور على ميتال. دلوقتي الالغام، وده اللغم في الوسط دوت لحضراتكم، ده بلاستيك كيسنج كله، وحاليا دلوقتي كمان الديتونيتورز نفسها بقت سيراميك، فبقى اسمه ميتال فري لاند ماينز، which is very hard، يعني almost لحد دلوقتي ما حدش عرف يدور او يشوف ديتكشن تكنيك يدور على حاجه بالحجم دوت بالصغر دوت وفيها كميه صغيره من الاكسبلوزيفز. دي لاند ماينز او ما نقصده كمجموعه عمل باللاند ماينز. هننتقل دلوقتي للاكسبلوزيفز وتعريفاتها والكاتيجورايزيشن بتاعتها واللوكيشنز والتشالنجز، وبعد كده الديتكشن. الاكسبلوسيف ايدنتيفيكيشن، انت ممكن تعرف الاكسبلوسيف، هيبان دلوقتي شويه الاختلافات اللي احنا قصدنا بيها، ليه في فرق ما بين اللاند ماين والاكسبلوسيف من ناحيه الريسيرش دايركشنز. الاكسبلوسيف ممكن تعرفها انها برايمري اكسبلوسيفز وسكندري اكسبلوسيف. البرايمري اكسبلوسيفز هي اكسبلوسيف بس بتبقى بكميات قليله، ودي بتبقى عاده الانيشيتور الاولاني للسكندري اكسبلوسيف، اللي هي بتبقى الكميه الكبيره اللي بيحصل لها اللي مقصود بيها التفجير الاوسع والدمار الاكبر. ممكن برضو تعرفهم على ان هم لو وهاي اكسبلوسيف على اساس السرعه، السبيد، سرعه التفجير نفسها. وممكن تعرفها بالكيميكال كومبوزيشن اكوردنج تو ساينتفك ليتريتشر، انت عايز تدور على انهي كيميكال كومبوزيشنز من دول، عايز تدور على نيتروجين كونتنت اكسبلوسيفز ولا انذر اكسبلوسيفز. ده اول ديفرنس ممكن يوضح لحضراتكم ليه احنا فرقنا بين اللاند ماينز والالغام. اللاند ماينز شكلها الى حد ما ممكن ندور عليه، لكن الاكسبلوسيف بتيجي في الاشكال اللي حضراتكم شايفينها دي، من اول الليكويدز لحد البلاستيك اكسبلوسيف لحد ما تبقى هارد، حتى الشكل نفسه ما تقدرش تعتمد عليه، يعني الشوكولاته الموجوده دي اكسبلوسيف لحد الباودر نفسها. وبالتالي بيحصل كده شكل دوت. وبالتالي احنا ممكن نعمل كاتيجورايزيشن للموضوع على اساس ان هو في ميليتري اكسبلوسيفز واندستريال اكسبلوسيفز، ودي انواع الى حد ما زي الدكتوره ناديه بتقول معروفه الكيميكال كومبوزيشن بتاعها، ونقدر نعمل ديتكشن سنسور يتارجت الكيميكال كومبوزيشنز. لكن المشكله في الهوم ميد اكسبلوسيفز، الهوم ميد اكسبلوسيفز انت لما بتلاقي اي جسم في اي مكان انت مش عارف هل هو ليكويد، هل هو سائل، ايه الكونتينر جواه حاجه بتنفجر، بس انت مش عارف هو انهي فورمه من دول وانهي كيميكال كومباوند او انهي كيميكال كومبوزيشن من الحاجات دي. التاني بقى فرق، ده الفرق من ناحيه الشيب والديتكشن. الاكسبلوسيفز موجوده افري وير،
صحيح جزء منها موجود في اللاند ماينز، لكن برضو ممكن تبقى موجوده، وده الديفينيشن اللي احنا قصدنا بيه عشان نفرق بين اللاند ماينز والاكسبلوسيف، ممكن تكون موجوده مع البني ادمين نفسها في وسط كونتينر او على صوابعهم او على اجزاء منهم عشان هم تعاملوا مع الاكسبلوسيفز، او جوه كونتينرز. الكونتينرز دي ممكن تبقى شنطه بوكس لحد كونتينر كبير يعني عربيه نقل او حاجه زي كده. وبالتالي احنا التكنيكس اللي بتدور على الاكسبلوسيفز فرقت اكتر في عمل كاركترايزيشن اكبر الموضوع، هل انت بتدور على سمول كوانتيتي اوف اكسبلوسيفز ولا لارج كوانتيتي اوف اكسبلوسيفز، وده هيدرايف التكنولوجي او الميثودولوجي بتاع الاكسبلوسيف ديتكشن لحاجه اسمها تريس ديتكشن وبالك ديتكشن. التريس ديتكشن للاكسبلوسيفز انت بتدور اساسا على كميه صغيره من الاكسبلوسيفز، بتدور عليها عن طريق الكاركترستكس بتاعت الكيميكال كومباوند بتاعها من الفيبر او لو كانت بارتكلز. الفيبر ديتكشن انت بتعتمد ان الاكسبلوسيف ليها بريشر فيبر، الفيبر بريشر معين بتحاول انت تلقطه وتعرف منه اذا كان دي اكسبلوسيف ماتيريال ولا لا. اما في الكومبوزيت اما في البارتكل ديتكشن انت بتدور على بارتكلز معينه. حتى هم في يعني في الكوميرشال وايز يسموا الفيبر ديتكشن تكنولوجيز سنيفرز، والبارتكل ديتكشن بيعملوها يسموها ايتمايزرز او تريسرز او وات ايفر. ان الايتمايزر انت لازم تاخد مسحه من على الحاجه اللي انت عايز تعمل منها ديتكشن وتشوف، لكن الفيبر ديتكشن انت بتشوف التعرض، الفيبر اللي طالع، الفيبر بريشر اللي طالع بالاكسبلوسيفز نفسها. دايما التريس ديتكشن تكنيكس بتتعرض لثلاث حاجات اساسيه: السامبلنج، تاخد سامبل قد ايه سواء فيبر او بارتكل، السامبلنج هتاخد سامبل قد ايه والمده قد ايه، وبعد كده السليكشن كرايتيريا نفسها تبقى شكلها عامل ازاي، وبعد كده الديتكشن. من هنا هنشوف اشهر الطرق في الموضوع دوت. اول واشهر طريقه فيهم اللي هو الايون موبيليتي سبكترومتري، دي ببساطه بتعمل ايونيزيشن للمواد وتفرق ما بينهم الجاز فيز موبيليتي، تحولها لجاز فيزز، وبيتعدي في سام سورت اوف الكتريك فيلد، وبعد كده بتروح للديتكتور، وعلى اساس الجاز فيز موبيليتي ديت بتعرف اذا كان الماده ديت اكسبلوسيفز ولا لا. ودي برضو الطريقه نفسها بتعتمد على ان انت عندك قبل كده سيجنتشر للاكسبلوسيفز. بس في الريال فيلد لو انت بتعمل سامبلنج وسيلكشنز، السيجنتشر اللي انت واخدها في اللاب ديت ما بتبقاش، بتبقى بيور، ما بتبقاش مختلطه بالانفيرمنتال كونديشنز اللي انت خدت منها الاكسبلوسيفز الموجوده. وبالتالي حبوا شويه يحسنوا الموضوع دوت، فعملوا حاجه اسمها ماس سبكترومتري. ماس سبكترومتري بتشوف التشارج تو ماس ريشيو بتاعت الايونز اللي طالعه ديت، وعلى اساسها بيطلع شويه البيكس اللي بتبين وجود او السبيكترم اللي بيبين وجود اكسبلوسيف كومبوننت او لا بيبقى اوضح شويه. فالماس سبكترومتري تعتبر لحد ما سيلكشن كرايتيريا، يعني احنا بنتكلم على سامبلنج وسيلكشن وديتكشن، دي سيلكشن كرايتيريا علشان تسهل الديتكشن بعد كده. برضه في طريقه ثانيه من السيلكشن كرايتيريا اسمها الجاز كروماتوجرافي، ودي بتبيز على الديجري تو ويتش الجاز ميوكلس نفسها اللي طالعه من الاكسبلوسيفز بتابزورب ذا سيرتن سوليد ديتكتور السوليد. ودي الطريقه ديت بتريزولف الميكشر نفسه، السامبل ميكشر نفسه لاليمنتال كومبوننت، وبالتالي تقدر تتعرف على نسب وجود الاليمنتس نفسها زي الهيدروجين والنيتروجين والكربون والريشيوز ما بينهم، وتقدر تعرف اذا كان ده سام سورت اوف اكسبلوسيفز ولا لا. طريقه ثانيه هي السيرفيس اكوستيك ويفز. السيرفيس اكوستيك ويفز سمبلي بيزو الكتريك كريستلز، لما بيحصل ابزوربشن لكيميكال كومباوند بارتكلز الكيميكال كومباوند عليها بيحصل بيتغير الريزونانت فريكونسي بتاعتها، و بتشترك مع الجاز كروماتوجرافي في انها سيلكشن ميثود. في طريقه ثانيه اسمها الكيميليومينيسنس. الكيميليومينيسنس بتعتمد على ان تعمل سام سورت اوف كيميكال رياكشنز، وهنا برضه بتتعامل مع البارتكلز بتاعت الاكسبلوسيفز وبتطلع سام ايميشن اوف لايت. واللايت هنا المقصود بيه مينلي في موضوع الاكسبلوسيف الانفراريد، بيبقى في انفراريد سيجنتشر نتيجه كيميكال رياكشنز مع الاكسبلوسيف بارتكلز. كل اللي فات دوت زي ما قلت لحضراتكم ده اسمه تريس ديتكشن، انت بتحاول تشوف small quantities which is a very hot research دلوقتي، small quantities of explosives على اصابع البني ادمين او الناس اللي تعاملت مع الموضوع او حتى على كونتينر من بره سيلت.
فاتكلمنا عن اكسبلوسيف بالك ديتكشن، ده كميه كبيره تقدر تشوفها بسام سورت اوف ايمج، يعني يمكن ان هي تبان في ايمجز. اشهر التكنيكس الموجوده عشان تشوف البالك ديتكشن فور اكسبلوسيفز الاكس راي. الاكس راي الاكس راي بيحصل له اما بيتسلط على اي جسم بيحصل اما ابزوربشن اما باك سكاتر اما ديفليكشن او ترانسميشن. الاكس راي بنقدر نشوف بيه كذا حاجه، منهم اتوميك نمبر نفسه الزد نمبر، باك سكاترنج كوفيشنت والابزوربشن كوفيشنت والدنسيتي بتاع المواد. الاكس راي بتاع الاول كسنجل انرجي بتسقط على الـ على الـ على الباج او وات ايفر اللي عندي، ودي بتستخدم في مطارات كتير، وبيبان الابزوربشن. الابزوربشن اللي بيحصل الاكس راي بيبقى ريليتد للدنسيتي بتاعت الماتيريالز. اكتشفوا بعد كده ان الاورجانيك ماتيريالز ليها لو زد نمبرز اللي هو لو اتوميك نمبرز، والنون اورجانيك ماتيريالز هاي زد نمبرز. فحاولوا عملوا دول انرجي، عملوا لو اكس راي وهاي اكس راي تو ديفرنت ميترز، او احنا سميناهم ميترز او سورسز. بعد كده بيعمل كومباينيشن ما بين التو ديفرنت دول، بيعرض الجسم لو انرجي وهاي انرجي، وبيعمل كومباينيشن بيشوف بيطلع نتيجه احسن من ان هو بيشوف الاكسبلوسيف والميتال كونتينر بتاعه جوه شنطه او جسم اكبر يعني. بعد كده اكتشفوا برضو ان الاورجانيك ماتيريالز الباك سكاترنج بتاع الاكس راي بيبقى يدي صوره اوضح في الاورجانيك ماتيريالز على النون اورجانيك ماتيريالز، وبالتالي استخدموا الباك سكاترنج اكتر الاكس راي باك سكاترنج في الكشف عن المتفجرات. اخر حاجه موجوده دلوقتي الليتست تكنولوجي اللي هي الكمبيوتر توموجرافي، وده سيفرال سورسز من اكس رايز عن ديفرنت انجلز بتكون سلايسز تقدر تكون 3 دي ايمج تقدر تشوف بيها بشكل او باخر الجسم كله، لان التكنيكس اللي فوق كلها ما كانتش بتجيب السيكنس بتاعت الجسم، فما بتقدرش تحدد قوي الشكل عامل ازاي. وساعات بتضطر لو هتعمل ديتكشن لحد بني ادم باكس راي بتعرضه للاكس راي من بوث سايدز. برضو الطريقه الاشهر الثانيه يعني الاشهر في موضوع البالك ديتكشن تكنيكس اكسبلوسيفز النيوترون تكنيكس. النيوترون تكنيكس وممكن نسميها كمان نيوكليير تكنيكس تعتمد على الانتر اكشن بتاعت النيوترونز اللي طالعه من راديو اكتيف سورس مع الفور اليمنتس المكونه لاي اكسبلوسيف ماتيريال، الكربون والهيدروجين والنيتروجين والاكسجين. في سيفرال تكنيكس اتعملت في الموضوع ده، بعضهم صالح للالغام بعضهم صالح للاكسبلوسيف ماتيريال على حسب الانستوليشن نفسه، منهم الثيرمال نيوترون اناليسيس والفاست نيوترون اناليسيس والبلسد فاست نيوترون اناليسيس والبلسد فاست ثيرمال نيوترون اناليسيس. الفاست نيوترونز والثيرمال نيوترونز نوع انواع التو نيوترونز، سواء انت هتعرف الديتكشن بتاع الاكسبلوسيف دوت من